فايه تخسر تتغلب. فالامور بقت صعبه جدا. ندخل للمجموعه الرابعه سريعا. نتائج المجموعه الرابعه طبعا دمياط مع منتخب السويس تعادل ايجابي 1-1، بورفؤاد يفوز على الرباط 3-1، والقناه يفوز على ابو سوير 2-0، والمريخ 4-1 على غزل بورسعيد، والشهداء تعادل سلبي، والتعادل السلبي الوحيد في من بين 30 مباراه هذا الاسبوع. دمياط ومنتخب السويس مباراه ملتهبه للغايه في لعبا ونتيجه وسلوكا ايضا. تعالوا نشوف عايز السلامة جابت لنا ايه. نرجع لكم مرة تانية. كتيرة جدا على لعيبة منتخب السويس، ان النهاردة كان فرصة وحيدة ان احنا نكسب. انا بلعب من اول الماتش بتكتيك هجومي بحت، يعني ما قداميش التعادل يضرني، وبالنسبة لدمياط ان هو يفيده. فاعتقد ان احنا سيطرنا تماما على الشوط الاولاني. الهجمة الوحيدة في ال 45 دقيقة جت جول. بنحمد ربنا على الاداء الاول وعلى البنت، لكن احنا كنا جايين من السويس على ان احنا نكسب المباراه، لكن الحمد لله والشكر لله على البونت رجعنا تاني، دخلنا معانا دمياط في المنافسه. لكن ان شاء الله باذن الله اللي جاي ان شاء الله باذن الله افضل، ان احنا ان شاء الله باذن الله نصعد السنه دي ونفرح جمهور السويس باذن الله ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. ماتش عصيب، بقول الحمد لله على كل شيء. احنا كنا بنلعب من بدايه المباراه على ان احنا نكسب، والحمد لله ربنا تحقق المكسب ده. لكن صراحه ما اتبخر، لكن انا ما عنديش ياس، ما عنديش ان انا بحبط ولا لعبت. الحمد لله رب العالمين. اللي عايز اقوله ان احنا التعادل، انا تعادلت مع فرقه السويس او السويس تعادلت معانا بمعنى ادق يعني، لكن في الاول والاخر دي كره قدم وارد فيها كل شيء. صراحه اللي بيحصل ده يعني مخطط لسقوط نادي دمياط، وان شاء الله مش هيحصل طبعا لسقوط نادي دمياط عشان الشرقيه يصعد دوري ممتاز. انت جايب لي محمود عاشور ليه؟ يا لجنه يا مسابقات، انت جايب لي حكم من الشرقيه ليه؟ المفروض تبقى فير وكره لصالحنا، والكابتن جمال الغندور واقف بره قاعد بيتفرج على الماتش مع لجنه الحكام، ده تهريج ولا لصالح مين؟ لصالح الشرقيه؟ مش هتصعد الشرقيه ان شاء الله. الشوط الاولاني كنا سيطرنا وجبنا جون. الشوط الثاني بدا الكابتن احمد الكاس عمل بعض التغييرات وتنشيط الناحيه الهجوميه، وفجاه الحكم كوره عاليه في منطقه الجزاء بتاعتنا، الجون طلع ياخدها والفيروت بتاعهم زي الجون وما حسبهاش فاول. الحمد لله احنا عملنا مباراه جيده جدا، واللعيبه بتاعتنا اجتهدت وتعبت في الملعب بناء على علامات الجهاز الفني بكابتن احمد الكاس، وكنا متقدمين 1-0 وخلاص المباراه تنتهي. دخل فينا جون غريب جدا مش عارف ازاي اللي اتحسب، المفروض الكره فاول لحارس المرمى بتاعنا، الكره على خط المرمى، وفي اشتراك من لاعب السويس مع حارس المرمى بتاعنا، وباينه جدا لكل الناس. اجواء ساخنه وملتهبه تنتهي مباراه فريقي دمياط والسويس بتعادل ايجابي 1-1، وخروج حكم المباراه محمود عاشور تحت حراسه مشدده من الشرطه. كان معكم من استاد راس البر عزيزه سلامه محمد الزناتي، برنامج اصل الكوره. تعادل دمياط مع منتخب السويس يبقى ده اول تعادل لدمياط في ملعبه. بس انا يعني ليه تعقيب كابتن طه كابتن محمود، يعني مش عارف يعني حارس المرمى هل ما زال ليه حصانه في داخل السكس ياردة؟ حارس المرمى هل هو مش المفروض يطلع بشكل اقوى من كده ويمسك كورته؟ هل وهل وهل دي تساؤلات يعني سريعا. بس انا من الناحيه الفنيه اسمع رايكم عشان كابتن نصر عباس يقول من الناحيه التحكيميه. طبعا هو المفروض يطلع اقوى من كده طبعا، لكن هو في فيرود مشترك مع جوه السكس يارد، فاعتقد هي فيها شك طبعا في انها تبقى ضربه حره. كابتن محمود نفس الكلام الكابتن ضاع، فعلا في شك في الكوره، ولكن هنرجع عشان ما حدش يقول ان احنا بنتكلم على التحكيم، في ناس اكيد خبراء عننا
جايز يكون القانون عدلوه احنا ما نعرفش حاجه. انت ياما اتكلمت على التحكيم. ما خلاص مش عايز اتكلم تاني بقى يا استاذ محمد. خلاص خلاص. صحيح بمناسبه اربع ماتشات وصلت لا هو طبعا ماتشات اربع ماتشات هو في مشكله وانت عارف كل حاجه يا استاذ محمد. يعني يمكن انا ما بجيش ناحيه الحكام والموضوع ده انا يمكن مظلوم فيه شويه. انت من اكتر لكن الناس احنا والله لكن مش انا اللي عملت كده. هم عرفوا انه مش من الناس لكن يلا الحمد لله. معتمد بيقول لك مالكش دعوه بالحكام. ماشي يا كابتن. هو كان حكم رابع بالصدفه في ماتش البنك الاهلي. يعني نترك طبعا دمياط من حقها انها تنافس، الشرقيه من حقه ينافس، المنتخب السويس طبعا من حقه ينافس، بس انا عايز ارد على العشر ان محمود عاشور مش من الشرقيه، دي نمره واحد. نمره اتنين ان الحكام مهما غلطوا او اخطاوا دي كوره زي المهاجم ما بيخطا. نمره ثلاثه ان لجنه يعني انت بتناشد لجنه المسابقات، لجنه المسابقات مش هي اللي بتعين الحكام ولكن لجنه الحكام. الى لقاء او مباراه القناه مع ابو سوير وكيف فاز القناه وبدا يشم نفسه في المنافسه، ونرجع لكم مره ثانيه. ساره يعمل ايه؟ على كورته على الايم البعيد وراسيه خطر وهو محمد انور وكره الهدف الاول. يا سلام على الكره وهي في الشبكه رايحه وجايه. ادي فراوده نادي القناه ودفعات نادي ابو سوير عملها بره خدها الجميع. هنا عادل والتصويبه يا ولد هدف عالمي. الله عليك يا محمد يا عادل. صاروخ كره حلوه حلوه صاروخ لا يصد ولا يرد. فريق ابو سوير فريق محترم، فريق عنيد جدا مقاتل، في لعيبه صغيره، عنده اداره فنيه ومدرب حراس مرمى وحارس مرمى عالي جدا، وفي لعيبه صغيره ومهاريه وعملوا عليهم زياده، بس الكوره بتدي دايما اللي بيتعب اكتر للي بيدي في الملعب اكتر. والقناه كان موفق النهارده وكان ممكن يجيب اكتر من كده كمان. مبدئيا طبعا فريق ابو سوير في الدور الثاني ليها شكل ثاني غير الدور الاولاني. فرقه لعبت خمس ماتشات قبل المباراه بتاعتنا، جابت فيهم 10 بونت، فطبعا دي حاجه كويسه وكنا عاملين حسابهم، مش مثلا مستهينين بيهم ولا حاجه، لا، لان هم الفتره اللي فاتت دي اشتغلوا كويس وعاملين ماتشات كويسه، فعشان كده كنا عاملين حسابهم كويس جدا، ولاعيبتنا كانوا جاهزين ومتحفزين ليهم على النتائج اللي عاملينها بدايه الدور الثاني. الحمد لله النهارده على كل حال ما كانش معاه في توفيق النهارده، وان شاء الله ربنا يكرمنا في الماتشات اللي جايه ونعوض بامر الله. وبارك لفريق القناه قدم مباراه كويسه وعملوا اللي عليهم واستحقوا ثلاث نقط، وكان ممكن يعني ان شاء الله نكسب النهارده في بدايه المباراه. اول ربع ساعه سيطرنا عليها سيطره تامه، بس ما كانش في توفيق. يعني يمكن خطا غير مقصود، معلش يا كابتن جميل اللي ما عرفك جهلك بس نزل الاسم غلط. جميل حلمي طبعا مدير الكره وغني عن التعريف في القناه وكلنا لها. كان عندك تعليق الهدف الاول اللي احرزه محمد انور ده لاعب كان في شبان هنا واسوان، وبعد كده القناه السنه دي، ده لاعب مميز، سيرد باك مميز جدا وبضربات الراس ومن السيرد باكات المميزين. ومحمد عادل اللي جاب الجون الثاني في نفس النادي كان شبان هنا، بدايته شبان هنا يعني بيطلع نجوم كبار، وراح دجله ومن دجله للقناه، وده لعيب كبير جدا، ويعني المكان الطبيعي لمحمد انور ومحمد عادل الدوري الممتاز. ويمكن السنه فاتت كان من نجوم وادي دجله، ومش عارف انا مش ازاي رغم انه لعب حوالي اكتر من 90% من ماتشات وادي دجله. ده من حسن حظ بقى القناه. يعني يمكن من القناه لابو سوير بنشكر طبعا الزميل عبد الرؤوف ابراهيم، ومن القناه لابو سوير الى الشهداء والزرقاء وكيف تم التعادل السلبي. دي من ضمن المباريات الكويسه جدا اللي احنا لعبناها. الولاد ضيعنا كتير قوي وخاصه في الشوط الاولاني وفي الشوط الثاني، ولكن الحمد لله على البونت، وخاصه ان احنا في صراع ماراثون كبير جدا على الصعود والهبوط والفرق اللي متشبثه بعدم النزول. احنا يعني البونت كنا نستحق المكسب النهارده وضيعنا اكتر من هدف، بس الحمد لله الحمد لله على البونت، الحمد لله ان ما خسرناش،
والحمد لله برضو على النتائج اللي تحتنا. واحنا ما كناش بندور على المنافسه على الهبوط والكلام ده، والله احنا كنا بندور على منافسه فوق، بس يعني توفيق ربنا الحمد لله. الحمد لله انا بشكر طبعا اللعيبه اللي معانا، الرجاله والجهاز الفني، عملنا اللي علينا والحظ ما كانش معانا، رحنا اكتر من مره على الجون وضيعنا، وبرده الفرقه اللي معانا برده ضيعت الحمد لله. بنشكر الزميل رضا السنباطي على هذا التقرير المتميز. كابتن طه شحاته، التقييم والتحليل. والله هم اول ثلاث فرق في المجموعه، هم بالصدفه كمان اقوى ثلاث مديرين فنيين، طبعا احمد الكاس ما شاء الله يعني، وايمن المزين وخالد جلال. خالد جلال اشتغل في حتت كتيره جدا على فكره، هو صاحب اكيد طبعا زين، ويطلع وينافس ان شاء الله على مركز اول. فالثلاث فرق الاولانيين يعني هيفضلوا ينافسوا الكره في الملعب زي ما بيقولوا كده، 35 ل 31 بونت، مباراه واحده تغير الترتيب، فالثلاث فرق دول هيفضلوا يلعبوا كده زي ما احنا شايفين على الشاشه. الثلاث فرق فعلا دمياط 35 35 الشرقيه، وفي حاجه محمد في منتخب السويس لاعب 16 ماتش، يعني الثلاث فرق لما بتكسب بتفرق في الحاجات دي، يعني اللي بيطلع باي والفرقه الثانيه بتلعب بيقفز برضو بيبقى لهم فرصه اكبر. يعني منتخب السويس 31، القناه 27 في المركز الرابع، المركز الخامس المريخ في 24 نقطة، سادس الزرقاء 20، بورفؤاد 7 18، أبو سوير 8 15 نقطة، الشهداء في المركز التاسع 11 نقطة بنفس الرصيد الرباط والأنوار، وفي المركز الأخير قصد بورسعيد ب 8 نقاط فقط لا غير. سريعا إلى المجموعة الخامسة، المجموعة الجماهيرية اللي أنا عن نفسي بحب الأندية الجماهيرية بجد يعني، والأندية الشعبية خصوصا لما يبقى ليها جمهور، وبنتمنى ان الجمهور يرجع سريعا. وهذه المجموعه تحت عنوان يوم مر للغربيه او لاهالي الغربيه، باستثناء طبعا بلديه المحله، يعني يوم مر كان على طنطا، على سيد المحله، على سمنود، زي المجموعه الرابعه كان يوم حلو للشرقوه وللبحروه. فإن نتائج هذه المجموعة كما تشير إن سمنود بيخسر من جمهورية شبين 1-5، وسيرس الليان بيخسر على ملعبه من منصورة 0-1، وطنطا بتخسر 1-2 من البلدية، بكرنس على شربين 1-0، كهرباء طلقة في مفاجأة من العيار الثقيل على صيد المحلة 2-0، ولم يستفد صيد المحلة من هزيمة طنطا، الهزيمة الأولى له هذا الموسم. ويمكن طنطا والبلدية هنروح لتقرير سريع لزميلنا عبد النبي النادي، ونرجع نقيم ونحلل. ايوه